بداية النشرة مع العناوين. باريس وواشنطن تعلنان التحرك معا للضغط على المسؤولين عن الأزمة في لبنان. وزير خارجية الفاتيكان على الأسرة الدولية أن تقف إلى جانب لبنان. دياب وقع الموافقة الاستثنائية وسوبر ماركت نهارا وأزمة رغيف في الأفق. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي يمكنكم أيضا أن تتابعوها عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال إذاعة صوت المدى. الحدث الأول اليوم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي أعلن فيها أنه سيلبي دعوة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فنحن حليف وصديق وسندافع عن حقوق كل لبناني وهذا من واجباتنا كما قال. نصر الله الذي ذكر بالموقف من المثالثة معتبرا أن تعبير الثمانات الثلاث غير صحيح، أعلن تقديم أفكار جديدة لمعالجة بقية النقاط العالقة في ملف تشكيل الحكومة بما يرضي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين يوقعان مرسوم التشكيل، مذكرا ردا على اتهام حزب الله بالوقوف على الحياد في ملف تشكيل الحكومة بالمواقف التي أطلقها رفضا للمس بصلاحية رئاسة الجمهورية في عملية التأليف أو لأي انتقاص من الحقوق. وفي سياق آخر أوضح نصر الله موقف الحزب من الدعم الأمريكي للجيش، كما تطرق إلى موضوع رفع الدعم الذي سنصل إليه عاجلا أو آجلا بقرار أو من دون، مقترحا تشكيل لجنة من القوى السياسية التي شاركت في الحكومات السابقة لتحمل المسؤولية في هذا الموضوع وحتى لا تلقى على جهة واحدة. أما في موضوع استيراد البنزين والمازوت من إيران، فأعلن الأمين العام لحزب الله أن المقدمات اللوجستية للموضوع أنجزت، لكنه دعا في الوقت نفسه الدولة إلى تحمل مسؤولياتها لحل الموضوع قبل الوصول إلى هذا الخيار. غير أن الحدث الثاني اليوم جاء من باريس، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن باريس وواشنطن ستتحركان معا للضغط على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر، مضيفا نحن نعرف من هم. ولفت لودريان إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تلاحظان معا المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت لبنان أو زال، وأضاف قررنا أن نتحرك معا للضغط على المسؤولين. وكشف لودريان أنه وبلينكن يتشاركان التقييم نفسه للوضع بشأن الانهيار المأساوي للبنان كما قال، منتقدا القادة السياسيين وعجزهم عن مواجهة أدنى تحد أو الشروع بأدنى عمل لإنهاض البلد. أما بلينكن فذكر من جهته بأنه تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية في لبنان، مجددا التأكيد بأن فرنسا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدون لمساعدة لبنان، مشددا على إنهاء معاناة اللبنانيين المستمرة منذ سنة ونصف السنة، ومنوها بأن اللبنانيين يطالبون بإنهاء الفساد الذي يمارسه السياسيون كما قال. في كل الأحوال، كيف سيترجم الحدثان على الملف الحكومي؟ الأيام المقبلة كفيلة بالجواب، وفي الانتظار المواجهة مستمرة بين الناس والأزمات المعيشية التي تتكاثر يوما بعد يوم. عقد مسؤولو الإعلام في التيار الوطني الحر وحزب الله بالإضافة إلى مديري الأخبار في الوسائل الإعلامية الخاصة والمسؤولين عن ملفات التواصل الاجتماعي لدى الطرفين لقاء تنسيقيا في مقر التيار في ميرنا الشلوحي. البيان المشترك لفت إلى أن اللقاء كان إيجابيا جدا وبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل كم الإشاعات التي تطاول العلاقة بين ثنائي تفاهم مرمخايل، مشددا على أنها إشاعات مغرضة ومعروفة الأهداف. واتفق الطرفان على استكمال التواصل ودورية اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي تعقد على مستوى باقي اللجان والقطاعات التنفيذية، وشدد الطرفان على ضرورة التزام المحاسبين والمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعلى معايير الانضباط والتحلي بروحية التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين.
وقبل أسبوع على لقائه القيادات الروحية اللبنانية في الفاتيكان، دعا البابا فرانسيس إلى الصلاة من أجل لبنان، وذلك خلال لقائه المشاركين في الجمعية العامة 94 لإحدى الهيئات المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية. وشدد البابا فرانسيس إلى أن وشدد على أن الهيئة عقدت خلال العام الأخير لقاءات هامة للتطرق إلى الأوضاع في لبنان عقب الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، وشكرها على الالتزام من أجل مساعدة لبنان في هذه الأزمة الخطيرة، وطلب من الحاضرين الصلاة والدعوة إلى الصلاة من أجل اللقاء الذي سيجمعه مع قادة الكنائس في لبنان في الأول من تموز المقبل، لكي يقود الروح القدس المشاركين في هذا اللقاء وينيرهم. هذا وأكد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو كالاغر أن الفاتيكان ليس بمقدوره لوحده مساعدة لبنان، لذلك يرى أن على الأسرة الدولية كلها أن تقف إلى جانبه، وأضاف أن الهدف من لقاء الأول من تموز هو تكوين رؤية مشتركة مع رؤساء الطوائف ليكون لدى الفاتيكان وضوح في الرؤية من أجل أن يتحرك كما يجب. وهذا وشارك كل من أمين السر في حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، ووزير خارجية الفاتيكان المطران بيترو كالاغر في المؤتمر الصحفي أو في مؤتمر صحفي عن لبنان، مؤكدين أهمية لقاء الأول من تموز الذي لا يقتصر على الصلاة بل ستتبعه سلسلة من المبادرات التضامنية. معيشيا، أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب اليوم الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد، رابطا موافقته بالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأمريكي في السوق الموازية. بيان السراي الحكومي أضاف أن موافقة دياب مرتبطة أيضا بتأمين المحروقات للمواطنين لفترة الأشهر الثلاثة المقبلة، خصوصا وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية على صيغة جديدة. إذن حل جزئي ومؤقت للمحروقات على سعر صرف 3900 ليرة، فبكم سيصبح سعر صفيحة البنزين ومتى يدخل القرار حيز التنفيذ؟ التفاصيل في تقرير للزميل جورج عبود. في رفع دعم عن البنزين أو ما فيه؟ سؤال روتيني شغل بال المواطن بيتعلق بأزمة البنزين، فمن بعد المماطلة بتقديم الحلول أتت خطوة تسعير المحروقات وفق 3900 ليرة للدولار كرفع للدعم، إنما بشكل جزئي بمحاولة لتخفيف الضغط عن دولارات مصرف لبنان للاستيراد. من بعد هيدي الخطوة هل رح ترجع الأمور على طبيعتها؟ قديش رح يصير سعر تنكة البنزين والمازوت؟ وهل هو حل مؤقت الأمد؟ الحل الدائم كل مواطن لبناني بيتمنى يكون عنده حكومة بأسرع وقت ممكن، بس هلق حسب الاتفاق هذا الموضوع على 3 أشهر، وجدول الأسعار رح يضل نصبب أسبوعياً ويتقلب حسب أسعار النفط عالميا. البنزين فوق 60,000 والمازوت فوق 45,000 حسب الأرقام الموجودة قدامنا. كل شيء بيتغير حسب أسعار النفط، بس حسب نحن عم نقول 3900 من 1514 ل 3900 هذا الفرق. بظل تجدد التهافت على المحطات بعد هذا القرار، سألنا أبو شقرة إمتين رح يدخل حيز التنفيذ. أكيد رح تنحل المشكلة، عندنا تفاؤل انه مطلع الاسبوع بتبلش تنحل مشكله المحروقات بالبلد ان شاء الله. في تقريبا 3 بواخر واقفين على الشواطئ اللبنانية مقابل شركات المستورده. نحن بنتمنى من معالي الوزير ما يتاخر بالجدول، خليها تبلش تنزل كميات بالاسواق من شركات المستورده، والشركات يبلشوا يفرغوا البواخر الموجوده، لانه كلنا بنعرف هلا لبنان بموسم صيف سياحه، ما بيصير المواطن الجاي على بلده جاي صيف بلبنان ينطر بطوابير زل على محطات البنزين. هذا الشيء اللي بنتمناه. تحت حجج الإشكالات المتنقلة، أكثر من 140 محطة محروقات أقفلت أبوابها ورفعت الخراطيم، فسألنا عن الربح يلي رح تجنيه من المخزون الموجود بعد رفع الدعم من 1500 ل 3900 ليرة. ما ذنب المحطات يا الشيء اللي عم بيصير يا أستاذ الكريم؟ كان المحطات ولا الموزعين، نحن عم نكون بوجه المواطن، حطونا المسؤولين نحن بوجه المواطن. هي صارت المشكلة بتحويل الأموال من مصرف لبنان بالمصاري لشركات المستوردة، بس نحن التعاطي المباشر مع المواطنين مفتكرين المشكلة من عنا. نحن بيأمنوا لنا بضاعة من بيع بضاعة،
لا أكثر ولا أقل. نحن صرنا أكثر من أسبوع أسبوعين الدولة اللبنانية شخصياً عم تشوف على كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية. نبلش من أمن الدولة، المعلومات، الأمن العام، كل الأجهزة الأمنية، المحطات اللي كانت مسكرة عم تفتح وتبيع، ما بقى في سكات، كل السكات عم تبيع، كل يوم بيوموا على المحطات عم بيبيعوا اللي عندهم بضاعة. بسحر ساحر رح ترجع تتوفر مادة البنزين بالأسواق وعلى سعر صرف 3900 ليرة، ولكن ماذا بعد فترة 3 أشهر؟ رفع دعم إضافي أو فوضى مجددا على المحطات؟ أزمة المازوت تابع السوبر ماركت في النهار فقط وأزمة رغيف في الأفق، تقرير للتنصور أنجليني. قريبا جدا سوبر ماركت فقط عضو النهار، فأزمة المازوت لم توفر هذا القطاع وبالتالي الاتجاه إلى تخفيف دوامات العمل. الكميات اللي عم تتسلم ما بتكون كافية لحتى تملي كل الخزانات بعدد كتير كبير من السوبر ماركت، فعم بيكون المخزون قليل بضاين بس لعدة أيام، يعني 4 أو 5 أيام. إذا ما صار في يعني توريد مازوت متواصل على السوبر ماركت رح نواجه مشكلة انه السوبر ماركت ما بيقدر يخلي براداته ماشية كل الوقت وبنفس الوقت بحط انارة وتكييف. مشان هيك في بعض السوبر ماركت عم بتفكر او يعني متجهة انه تقلل الدوام لحتى تخفف الوقت يلي هي بتكون فاتحة فيه انارة ومكيفات حتى تخلي هالمازوت هيدا متوفر للبرادات. اللي عنده مشكلة بالمازوت أغلب اللزان رح يعني يوقف أو يقفل محلاته وقتها، يعني عند غياب الشمس، يعني بطل في إنارة خارجية يعني تقريبا على 7 أو 8 عشية. هذا الخبر ليس أسوأ ما في الموضوع، فمع رفع الدعم جزئيا عن المحروقات واستبداله بدعم على أساس 3900 ليرة الأسعار سترتفع أيضا. إذا ارتفع سعر المازوت يعني كلفة السوبر ماركت بالكهرباء رح ترتفع، وهذا أكيد رح ينعكس على أسعار السلع، بس مش معناتها أنه كل الأسعار رح ترتفع بنسبة كتير عالية، لا، يمكن عم نحكي على 2 أو 3% أو 5% ماكسيموم، مش أكثر من هيك. إذا ضل على 3900، لكن إذا صار في ارتفاع ونحط على سعر الصرف بالسوق السوداء بصير غير موضوع أكيد. أزمة المازوت تهدد بأزمة رغيف أيضا، فقد أعلن اتحاد نقابات المخازن والأفران في لبنان أن احتياطي المازوت لديها قد استنفد وما هو متوفر لا يكفي، ما قد يؤثر على إنتاج الأفران والمخابز لا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزع على كل المناطق اللبنانية، مشيرا إلى أن المطاحن تعاني من الأزمة نفسها. والخلاصة أزمة كبيرة قد تؤدي إلى توقف العديد من الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية. في المقابل أكدت مصادر المديرية العامة للنفط للأوتيفي أنه تم تزويد السوق بكمية من المازوت في الساعات الماضية مع أعطاء الأولوية للمستشفيات والأفران. المصادر كشفت أن هذه الكمية تكفي السوق طيلة الأسبوع المقبل، علما أن هناك بواخر مازوت وبنزين تنتظر بلورة الآلية الجديدة لتفريغ حمولتها. وهنا تلفت المصادر إلى الدور الذي ستلعبه الجمارك ووزارة الاقتصاد والمديرية العامة للنفط للتأكد من بيع الكميات السابقة على السعر القديم منعا لأي تلاعب في هذا المجال. رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى البابا فرانسيس، ونائب طلال أرسلان يضع رئيس الجمهورية في أجواء لقاء خلدي غدا. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن اللبنانيين ينظرون بكثير من الأمل والرجاء إلى اللقاء الذي دعا إليه البابا فرانسيس القيادات الروحية المسيحية اللبنانية في الأول من تموز المقبل في حاضرة الفاتيكان، لاسيما وأن لبنان يعيش في ظروف صعبة يحتاج فيها إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها دولة الفاتيكان، بالنظر إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها في العالم والدور الذي يلعبه البابا فرانسيس على أكثر من صعيد. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور جوزيبي فرانكوني، حيث سلمه رسالة خطية إلى البابا فرانسيس يشكره فيها على دعوته للقاء رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية في الفاتيكان في تموز المقبل. وضمن الرئيس عون الرسالة عرضا للواقع اللبناني الراهن ورؤيته إلى دور لبنان واللبنانيين في محيطهم والعالم.
وأكد المونسينيور فرانكوني أن البابا فرانسيس يولي اهتماما خاصا بلبنان، وأن اللقاء المرتقب في الأول من تموز المقبل سيكون فرصة للتأكيد على موقف الكرسي الرسولي حيال لبنان واللبنانيين. الرئيس عون استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر التي أطلعته على الصعوبات التي تعترض النقل بين لبنان وسوريا، كما وضعته في أجواء الاجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع الوطني في حضور وزيري الصحة حمد حسن والمال غازي وزني، والذي خصص لوضع جداول بالمساحقات العائدة للهيئات الضامنة بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سياسيا استقبل الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ووزير الشؤون الاجتماعيه رمز مشرفيه والوزير السابق صالح الغريب، واجرى معهم جوله افق تناولت التطورات السياسيه الراهنه والمستجدات الحكوميه، ولا سيما لقاء خلد الذي سيعقد السبت. نحن مرحبين ومنفتحين ومؤيدين للحوار بين كل الفئات اللبنانيه، كيف لا داخل البيت الدرزي، وبالتالي هنالك العدد من الأمور والمشاكل والخلافات أو التباينات في الوضع الدرزي الداخلي يجب أن يعالج بروحية منفتحة وبروحية إيجابية. نحن على صعيدنا بلغنا فخامة الرئيس بأننا مرحبين وبأننا منفتحين وبأننا جادين بالوصول إلى حلول جذرية، خاصة كما تعلم ويعلم كل اللبنانيين بأن الجبل يعاني كما تعاني كل المناطق اللبنانية بكل فئات الشعب اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه من أزمات معيشية حقيقية. إرسلان طرح مع رئيس عون موضوع الضابط في الأمن العام داوود فياض الذي ما زال موقوفا في مسألة تفجير مرفأ بيروت. وضعنا فخامة الرئيس في هذا الجو وفي الظلم الذي يتعرض له، ووعد فخامة الرئيس بتوضيح هذا الأمر لكي نعلم جميعا حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت، وأن نضع أصبعنا على الجرح ونعرف حقيقة من هو المسؤول عن هذه الجريمة الإنسانية، جريمة العصر التي حصلت والتي عصفت في لبنان وأدت إلى كارثة وطنية كبرى تأثر فيها لبنان بشكل مباشر وتأثر فيها كل عائلة لبنانية بشكل مباشر. إرسلان شدد على الحاجة المطلقة والسريعة لحل الأزمة المعيشية بأسرع وقت ممكن. أبرق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة مهنئا بإعادة انتخابه في منصبه، وأكد باسيل أن الهدف الأساسي للبنان هو إقرار خطط وبرامج أكثر شفافية بغية استعادة ثقة مواطنيه ومساعدتهم على تجاوز الأزمات القائمة للوصول إلى نظام اقتصادي ومالي أكثر استدامة ومصداقية. كما شدد باسيل على أهمية أن تلعب الأمم المتحدة بصفتها شريكا قويا منذ فترة طويلة للبنان دورا رئيسيا في هذا السياق. باسيل، وإذ ثمن دعم الأمم المتحدة لمفاوضات الحدود البحرية إلى تسريعها، أشار إلى أن التيار الوطني الحر حزب سياسي لبناني بارز ومؤثر ويشارك بشكل كامل في إيجاد أفضل الحلول للمأزق السياسي في البلاد، ويتخذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل تشكيل حكومة يأمل أن تلتزم بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل. وأكد باسيل تطلعه إلى زيادة مشاركة الأمم المتحدة في حل الأزمتين السورية والفلسطينية وترجمتها إلى التزام أكثر حزما لضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين إلى بلدانهم. فاصل أول، نعود بعده إلى نشرة الأخبار. أهلا بكم من جديد. الثورة المؤسساتية في لبنان، كتاب بتوقيع الناشط السياسي ورجل الأعمال حكمة أبو زيد. إن رؤيتي للبنان ودوره الجيوسياسي يشكلان بالنسبة إلي نقطة الانطلاق لهذه الثورة المؤسساتية. ليست المبادئ الأساسية التي نص عليها اتفاق الطائف ووافق عليها النواب اللبنانيون إلا انعكاسا واضحا وجليا لانتماء إلى هذا البلد. لتكن هذه إذن نقطة الانطلاق قبل أن نضع كل النقاط الأخرى على طاولة التشكيك والتساؤلات. هكذا كتب الناشط السياسي ورجل الأعمال حكمة أبو زيد في مقدمة كتابه الثورة المؤسساتية في لبنان، والذي يتحدث فيه عن رؤيته للحل لمشاكل النظام الإداري اللبناني الذي عانى منذ مرحلة ما بعد الطائف إلى اليوم من أزمات متتالية.
الثورة المؤسساتية، سميتها هيك لأنه عم بحكي عن الهيكلية الإدارية والمنظومة الإدارية للبنان. بالنسبة لإلي وبقراءتي الشخصية أنه وقت انتقلنا على ثلاث رؤساء بالطائف تركنا سلطة مركزية، هيدا هو كان سبب أنه يولد تضارب مصالح، انحدار بالحكم، حكم ملتوي، وبالآخر ورطنا أولادنا 90 مليار دولار دين. بالنسبة لإلي اللامركزية الإدارية المالية الموسعة تكسر احتكار السلطة المركزية على الموارد الوطنية، وبتخلي العلاقة بين السياسة والمواطن اللي هو زبون منه مواطن تتصحح على درب المواطنة الكاملة والمساءلة والمحاسبة. حفل توقيع الكتاب جرى في جامعة القديس يوسف بيروت، حيث تخلله طاولة حوار مستديرة حول اللامركزية الإدارية في لبنان بإدارة الإعلامي ألبير كوستانيون، وبمشاركة كل من دكتور زياد بارود والدكتور حليمة قعقور ومؤلف الكتاب حكمة أبو زيد، في حضور عدد من الوجوه السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والأكاديمية والإعلامية. شاركوا في النقاش والحوار حول ضرورة طرح اللامركزية الإدارية كمدخل لإعادة صياغة الحكومة الإدارية في جمهورية على طريق التفكك مقارنة بمشاريع أخرى لم ينص عليها الدستور وغير قابلة للحياة. ثم عرض فيلم خاص أعد للمناسبة شرح بشكل مبسط أهداف اللامركزية وحسناتها وانعكاسها بشكل إيجابي على حياة المواطنين اليومية، وشرح أسباب الانهيار الحالي واضعا نتيجة لنظام المحاصصة والمحسوبيات والطائفية. كل الخدمات الإدارية اليومية بعيدة ومعقدة بالنسبة للمواطن. وفي ختام الحفل وقع حكمة أبو زيد نسختين باللغتين الفرنسية والعربية، آملا في أن يتمكن المجلس النيابي من إقرار مشروع اللامركزية الإدارية المالية الموسعة والانتقال من زمن الخيبات والأحباط إلى زمن الإنجاز وتحقيق أبسط حقوق الإنسان في لبنان، ألا وهي المواطنة الكاملة والعيش بكرامة في وطنه وبين أهله. أنهى سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك جلساته المستمرة منذ الاثنين الماضي في المقر البطريركي في الربوي برئاسة البطريرك يوسف العبسي ومشاركة المطارنة أعضاء السينودوس المقدس الوافدين من الشرق الأوسط وبلدان الانتشار والرؤساء العامين للرهبانيات وجمعية المرسلين البولسيين، وأصدر بيانا ختاميا تطرق فيه إلى مجمل القضايا الكنسية والوطنية، وانتخب الآباء رعاة جددا لكراسي بعض الأبرشيات الشاغرة، وسيعلن وقد أعلن على عن أسماء المطارنة المنتخبين بعد موافقة الكرسي الرسولي الروماني، أو سيعلن هذا الأمر بشكل رسمي. وفي نهاية السينودوس دعا الأباء جميع المؤمنين للمشاركة يوم الأحد المقبل في يوم الصلاة الذي دعا إليه بطريقة الشرق الكاثوليك تحت عنوان يوم السلام للشرق. استعرض غبطته المواضيع التي ستطرح في جلسات السينودوس المقدس، ومن أهمها الوضع الاقتصادي المتعثر في لبنان وسوريا وكيفية تفعيل المؤسسات الكنسية لتكون حاضرة وفاعلة، دراسة أمور إدارية وإجراء انتخابات للأبرشيات الشاغرة. وجه الآباء نداء إلى المحافل الدولية لرفع العقوبات عن شعوب دول المنطقة التي يعاني منها بالأكثر لبنان وسوريا والعراق. انتخب الآباء رعاة جددا لكراسي بعض الأبرشيات الشاغرة، وسيعلن في وقت لاحق أسماء المطارنة المنتخبين بعد موافقة الكرسي الرسولي الروماني. استكمالا لمبادرة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وفي إطار مساندة المؤسسات الطبية والاجتماعية، قامت جمعية بترونيات بالتعاون مع مكتب النائب باسيل وهيئة التيار الوطني الحر في قضاء البترون بتوزيع مساعدات طبية، من ضمن جولة شملت مستشفى تنورين التي نالت اهتماما خاصا من خلال نوعية وكمية المساعدات، ومن ضمنها سرير عمليات operating table وعدد من التجهيزات واللوازم الطبية التي باتت نادرة الوجود. وكان في استقبال الوفد مدير المستشفى الدكتور وليد حرب الذي شكر للوزير السابق جبران باسيل ونائب البترون اهتمامه بالمستشفى وببلدة تنورين، كما كان لمستوصف تنورين حصة من المساعدات وكذلك مركز الدفاع المدني في بلدة دوما. وشملت المساعدات أيضا مأوى أزنام للمسنين وجمعية سفينة أم النور وكلاهما في مدينة البترون.
أوضحت وزارة الصحة العامة أن ماراثون فايزر الذي يستمر حتى مساء غد السبت لمواليد 1971 وما دون، أي من يبلغون 50 عاما وما فوق، هو أمر مفيد لمواصلة التحدي مع وباء كورونا. إلى ذلك أكد وزير الصحة حمد حسن ألا رفع للدعم عن الدواء في شكل غير مدروس. بزيارتنا الخارجية بموضوع لنلاقي حل لموضوع الدواء المستلزمات الطبية، نعول على تحمل الشركات الأدوية العالمية المالتي انترناشونال فارما اللي دايما كانوا شركائنا، لازم يستمروا معنا، لازم يخففوا شوي من الضغوط والضوابط على الوكلاء المحليين لنستمر بتأمين الدواء للمواطنين والمقيمين. ما بصير بهالأزمة نتخلى عن مسؤولياتنا وواجبنا الإنساني والصحي، بدنا نتعاطى بديناميكية مختلفة، وحق أكيد محفوظ لأنه الاتفاق مع حكمية المصرف أنه وبقولها إن شاء الله بالتزام مصرف لبنان لا رفع دعم عن الدواء والمستلزمات. الإعلام المسؤول، وبتمنى من المنابر المسؤولة ما نربط القطاع الصحي بقطاعات الأخرى. اليوم صباحا اجتماع مع معالي وزيرة الخارجية، وزيرة الدفاع، كنا مع القطاعات الصحية، معالي وزير المالية زميلنا أكد أنه كل المسؤولين بالدولة يؤكدوا على أنه لا مس بموضوع الدعم المستلزمات والكواشف المخبرية والأدوية. وفي عنا خطوات عملية لازم تصير خلال هالأربع خمسة أيام، وبناء عليه لح يكون لوزارة الصحة متابعة ميدانية لتأمين واستمرار تأمين الدعم الدوائي والاستشفاء لكل المواطنين. منح سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان باسم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الشاعر أدونيس وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية تقديرا لعطاءاته ونجاحاته وإسهاماته الثقافية، وذلك في احتفال في بيت السفير في باريس في حضور عائلة المكرم وعدد من أصدقائه، ومن بينهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان وعدد من الكتاب والمؤرخين. وشدد على دور أدونيس في ربط الشعر العربي بالفكر الغربي كما على سماته، وهو رجل مبادئ يحمل العروبة في عروقه، ورجل معارك يكافح دور الدين في السياسة، ورجل مشاعر رفع المرأة والأنوثة إلى أرفع المستويات. أدونيس شكر بدوره رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والسفير اللبناني رامي عدوان معبرا عن تقديره لمنحه الوسام. فاصل أخير، نعود بعده إلى نشرة الأخبار. أهلا بكم من جديد. أشار نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إلى أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هو أمر في المتناول، وكانت وفود من إيران وست قوى أو الدول الدولية أو القوى الدولية الست اختتمت قبل أيام جولة سادسة من المحادثات النووية للتشاور مع المسؤولين في بلادهم قبل العودة بالجواب المناسب حول الموضوع. أعربت روسيا في إطار آخر عن قلقها إزاء الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية واحتمال خروج الوضع عن السيطرة. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس، أسف مستشار البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة ألكسندر ريبكين لعدم تراجع التوترات في القدس الشرقية وخاصة في منطقة الشيخ جراح وحول المسجد الأقصى، وتخوف ريبكين من خروج الأوضاع عن السيطرة في أي لحظة. وأعرب الدبلوماسي الروسي عن قلق موسكو إزاء زيادة إصدار التراخيص لبناء المساكن على الأراضي الفلسطينية، داعيا الطرف الإسرائيلي والفلسطيني إلى ضبط النفس والحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب، كما أكد ضرورة التعاون مع الشركاء الإقليميين خصوصا من أجل تثبيت نظام وقف إطلاق النار الذي لا يزال هشا. الدبلوماسي الروسي دعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود من أجل تسوية النزاع في الشرق الأوسط الذي لن يكون ممكنا إلا بشرط الحل العادل للقضية الفلسطينية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة طوارئ في ولاية فلوريدا بعد انهيار مبنى مكون من 11 طابقا في عاصمة الولاية مدينة ميامي. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار المبنى المذكور، وأضاف أن إجراء بايدن هذا يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل إلي نصر.
أقام الاتحاد اللبناني للتزلج حفل توزيع الكؤوس والجوائز على أبطال وبطلات موسم 2020-2021 برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتيني أوهانيان بحفل أقيم بكازينو لبنان اتخذت بخلاله كل الإجراءات الوقائية من كورونا. إلى الوزيرة أوهانيان حضر رئيس مصلحة الرياضة بوزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس اللجنة الأولمبية الرائد عطية أبو حيدر، ممثلا قائد مدرسة التزلج بالجيش العقيد سميح خليل، رئيس اتحاد التزلج السابق شربي السلامي، ورؤساء محطات التزلج وممثل الصليب الأحمر اللبناني أليكسي نعمي، رؤساء أندية التزلج وممثلي شركات الراعية والأبطال والبطلات وأهليهم. بعد النشيد الوطني ترحيب من الزميل الياس الشدياء يلي أعلن عن إقامة حفل توزيع الجوائز بهالظروف وتخطي اتحاد التزلج الصعوبات منجزا رزنامة موسم 2020-2021 بنجاح كامل. بعدها عرض وثائقي حول نشاطات الاتحاد لموسم 2020-2021، وألقى رئيس اتحاد التزلج فريدي كيروز كلمة اعتبر فيها أنه السنة اللي مضت سنة رفضنا فيها كاتحاد أنه نستسلم بالرغم من كل الصعوبات، وهالشيء أعطانا الدافع لننفذ كامل الرزنامة السنوية ونحضر اللاعبين للاستحقاق الكبير وهو الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2022. أضاف سنة استثنائية لأنه نفذنا التزاماتنا تجاه الاتحاد الدولي ونظمنا بطولة الدول الصغرى بتزلج العمق، وكانت برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ومشاركة 9 دول من أوروبا وأمريكا الجنوبية. وما منقدر إلا أنه نفتخر بالإنجازات يلي حققتها الأندية واللاعبين، خصوصا أنه اتحاد التزلج استطاع تصنيف 3 لاعبين للأولمبياد الشتوي والرابع على الطريق. بدورة قالت أوهانيان أنه ملم بأدق التفاصيل بنشاط الاتحاد اللبناني للتزلج على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية يلي عم بيمر فيها لبنان ووباء كورونا، وقالت أنها بفترة سابقة ارتأت مع المعنيين فتح محطات التزلج بعز أزمة كورونا لأسباب رياضية وسياحية بالتنسيق مع الاتحاد، وقالت أنه موسم التزلج انتهى بنجاح كبير. بالختام وزعت الدروع التذكارية على أوهانيان وكبار الحضور، كما تسلم البطل سامر طوق درع تقديري بعد ما تعرض لإصابة خطيرة خلال ممارسته لعبة التزلج ألزمته البقاء بالمستشفى لمدة 4 أشهر وبعدها استعاد عافيته. شارك لبنان بالبطولة العربية 22 لألعاب القوى بتونس عبر بعثة مؤلفة من 9 لاعبين ولاعبات برئاسة عضو الاتحاد فيليب بجاني والمدربين روجيه بجاني وراشم بغداد. وأحرز لبنان 3 ميداليات برونزية، أحرزت عزيزة سبيتي ميدالية برونزية وحققت رقم قياسي وطني لبناني جديد بال100 متر للسيدات بزمن 11 ثانية و 68، وربح نور الدين حديد من الجيش بميدالية برونزية حيث سجل توقيت 21.06 ثانية بسبق 200 متر للرجال. وبختام البطولة ربح لبنان ميدالية برونزية ثالثة بسبق 4 مرات 400 متر للسيدات بتوقيت 4 دقائق 12 ثانية و88 جزء، وتألف فريق التتابع من عزيزة سبيتي، كريستال صانع، جوان مكيري وميساء معوض. وبسبق 1500 متر للسيدات شاركت جوان مكيري وسجلت 4 دقائق 42 ثانية و51، وبسبق نص الماراثون حلت نسرين نجيم بالمركز الرابع بتوقيت ساعة 24 دقيقة و25 ثانية. رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادي هنأ باسم عائلة الاتحاد البعثة على الميداليات الثلاثة يلي تم إحرازهم، ونوه بالدور الكبير يلي عم تلعبه ألعاب القوى اللبنانية على الصعيد الخارجي، كما نوه رئيس البعثة فيليب بجاني بروح المسؤولية لدى اللاعبين واللاعبات خلال الاستحقاق العربي. والآن إلى الأحوال الجوية. مساء الخير. طقس صيفي حار نسبيا عم بيسيطر على اجواءنا، بيستمر للايام القادمه بحيث تتخطى درجات الحراره معدلاتها الموسميه خاصه بالمناطق الداخليه. اذا جو قليل الغيوم صافي لبكره، وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه منشوف سوا. نبدا من شمال، وعكار عم بتسجل 28 درجه طرابلس، والعاصمه بيروت عم بيسجلوا 30 درجه صور 32. ننتقل الى بعلبك اللي عم بتسجل 35 درجه، لقلو 24، زحله 34، وجزي 29 درجة. نسبة رطوبة ساحلا توصل لل 75%. الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة، أما حال البحر فهادئ.
إذن شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت والأحد جونا قليل غيوم صافي مع ارتفاع بدرجات الحرارة لل 31 درجة ساحلا. للتنين وثلاثة جونا بتابع دافئ قليل غيوم ودرجات الحرارة بتسجل 32 درجة على السواحل. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية الليلة. لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير. ومع الأحوال الجوية نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. تابعونا للمزيد عبر otv.com.lb ومن خلال حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة.